السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة جوه نافيسوركس اسمها ريفت، يعني من نافيسوركس دي الريفت. هو مش بينقل، بس لما تعمل سيلكت على عنصر تقدر تشوف العنصر ده موجود فين في ريفت بكل سهولة، يعني بالشكل دوت. أو عامل سيلكت مثلا على بعض العناصر وهيقول له المكان ده أنا عايز أشوفه موجود فين في ريفت، فيبدأ يعمل سيلكت على العناصر ديت ويظهرها في قلب الريفت بالشكل ده. مشترك ريفت تظهر معاك زي ما تشوف.